التي على أساس الجنس فتحقير وحرمان من الميراث، تحقير على أساس الاختيار الحر والميل، فسحل في الساحات العامة، وأقلها فحوص عار تدعى شرجية، تسفيه للنخب الثقافية، فكانت العبد هي. فيما دستورنا إذن؟ فيما نضالتنا؟ فيما مسيرتنا؟ لا ننسى أبدا تلك المسيرة، 13 أوت 2012 أيضا وصولا إلى شهر رمضان الأخير 2018. هذا دستورنا أردناه حياة كريمة، لا فقط حياة معاشة لكل تونسية ولكل تونسي وكل من حل بهذه الأرض. منذ 2014 اعتبرنا نحن مكونات المجتمع المدني أن الحوار حول مشروعنا المجتمعي قد حسم، وأن دستورنا صحيفتنا الآن. هذا ما خيل لنا. حوله اجتمعنا فأطلقنا النقاش الوطني، وجبنا به ربع الجمهورية لتقديمه لشرح متونه، بغية تمكين التونسيات والتونسيين منه، من مفاصله ومن مكاسبه. عليه ارتكزنا لغربلة النصوص القانونية القراوسطية المهينة للكرامة البشرية وللذات البشرية، فسلطنا الضوء على قمعيتها وفضحنا وحشيتها هذه النصوص، واقترحنا البدائل. ونذكر بأن ما اقترحناه نجد بعض الصدى له. المكاسب بدأت تظهر. أولا، قانون يناهض الاتجار بالبشر، قانون يناهض كل أشكال العنف ضد المرأة، إلغاء لمنشور حرم التونسيات لأكثر من 50 سنة من اختيار شريك حياتهن، منشور 1973 لا يجب أن نغفل عنه. كل هذه المكاسب تحققت لأن أجيال عديدة ناضلت من أجل بلوغها. وفي سبيل ذلك تكاتفنا وتكاثفنا صلب تجمعات مدنية ديمقراطية من ائتلافات ضمت عشرات المنظمات والجمعيات مختلفة المشارب، متعددة الهويات والحساسيات، موحدة الصوت، لعل من ضمنها الائتلاف التونسي ضد عقوبة الإعدام، التحالف الوطني ضد العنف المسلط على النساء، الائتلاف المدني للحريات الفردية، الائتلاف من أجل إلغاء منشور 5 نوفمبر 73، التحالف من أجل المساواة في الإرث، ائتلاف الجمعيات، جمعيات المثليين والمثليات، ومزدوجي ومزدوجات الميل الجنسي، والمتحولين والمتحولات، والعابرين والعابرات، والمؤكدين والمؤكدات، وثنائيات وثنائيي الجنس بلس بلس، كلها تحالفات حضورها بيننا اليوم وسام يشرف المجتمع المدني التونسي. هذه التحالفات كسرت طوق الصمت والإنكار الذي كنا نعيشه مجتمعا وسياسيين، فرضت نقاشا حول الحريات الفردية والمساواة. فكانت الاستجابة من خلال تكليف لجنة الحريات الفردية، وجاء التقرير. جاء التقرير كلبنة هامة تنضاف إلى عهد الأمان، تنضاف إلى إعلان الاستقلال، تنضاف أيضا إلى إعلان الجمهورية في 1957. لا يجب أن نغفل عن قيمة أننا الآن نعيش فترة الحريات الفردية. وجدنا فيه ما يتوافق مع جزء كبير من تطلعاتنا، واعتبرناه منطلقا للتخلص من براثن التمييز والانعتاق من طغيان المجموعات على الفرد، والتحرر من ممارسات سلطوية طالما استهدفت أكثر الفئات هشاشة من الشباب ومن النساء. أكثر من 90 جمعية ومنظمة التقت حول التقرير وخلصت إلى وثيقة مرجعية أطلقنا عليها ميثاق تونس للمساواة والحريات الفردية. هذا الميثاق كما قال مراد يأتي لمعاضدة تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، ونقترحه اليوم كأرضية لتجميع كافة القوى الحية كي تتحمل مسؤوليتها التاريخية لتبني مقترحات الإصلاحات التشريعية الواردة صلب التقرير من أجل تفعيل الدستور وبناء مجتمع حر عادل ومتساو تحفظ فيه كرامة الفرد وإنسانيته. مؤتمرنا هذا فاتحة لما سيأتي
من تعبئة مجتمعية ومدنية وحقوقية وسياسية واسعة. تنطلق هذه الأيام عبر قوافل تنظمها نقابة الصحفيين التونسيين للتعريف بمحتوى التقرير وندوات تنظمها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لتكوين شابات وشبان في الجهاد يكونون سفيرات وسفراء للحرية والمساواة وورقات بحثية تعرف من خلالها المفكرة القانونية بمقترحات التقرير على مستوى المنطقة العربية وورشات توعية تنظمها رابطة الناخبات التونسيات وجمعية تونسية للنساء الباحثات حول التنمية وبرنامج لنكون فاعلات وفاعلين ورشات داخل كل جهات الجمهورية حول الموضوع ورسائل توجهها المنظمات للرئاسات الثلاث للاصطلاع بدورها في تجسيد مقترحات اللجنة وللمؤسسات الدولية أيضا لحقوق الإنسان لدعم هذه التوجهات وبملتقى للمجتمع المدني على المستوى المغاربي من أجل المساواة في الإرث تنظمه الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. نعلن أخيرا أنه اليوم نعلن عن تكوين لجنة مساندة سميناها لجنة سفيرات وسفراء الحريات الفردية والمساواة. هذه اللجنة تتكون من أشخاص قبلوا بكل سعادة وبكل إيمان بالقضية من مختلف الأجيال حقوق الإنسان في تونس. نشكرهم جزيل الشكر لأن مهمتهم ستكون مهمة هامة في مستقبل الأيام، سيكونون بالفعل سفراء الحريات الفردية في كل المواقع من مواقعهم الفنية الأكاديمية من مواقعهم أيضا الحياتية الإعلامية. هؤلاء وهؤلاء من النساء ومن الرجال سيقدمون التواصل بين الأجيال في هذا الميدان. شكرا للسفيرات والسفراء، شكرا لحضوركن وحضوركم الأنيق النضالي المتضامن تأهبا لقادم تونس التي نريد. شكرا جزيلا بكل صدق للصديقات والأصدقاء من المناضلات والمناضلين من المجتمع المدني من 31 منظمة الذين ساندوا هذه التجربة منذ لحظة التفكير فيها. شكرا لكم جميعا، ولنقل إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور عذب جميل. الأرقام المهمة اللي قالتها يسرى اللي هو رقم 31 وهو عدد الجمعيات، وفي الواقع أكثر من هكا الرقم نتاع الجمعيات المساندة. ونكملوا هما من بوتيك نوت بوتيك، نقول لكم توا اللي باش تسمعوا أصوات أحلى بهذا بكثير مدة الساعة، هذا ما ينقص شيء يسرى. لا لا، على المستوى الغنائي نقص يسرى تخدم ما تغنيش، كل واحد وخدمته. ها؟ هي تخدم الشعر، الشعب هو يخدم. يسرى نسيت ما يخدم، فما رقص، ويسرى ما رقصت ان شاء الله علاش. هذاك الشيء يقصد. فهموني زينب فرحات باش تجي بحذانا توا وباش تقرا الفصل الأول من الباك هذايا اللي حكينا عليه. زينب فرحات غادي بروميير ارتيكل، بروميير بان دو سو فامو باك دونت اون فيان دو بارلي، سو باكت دو سوتيان. Ce pacte qui va constituer cette fameuse, je veux dire, cette ceinture dont tu ne veux pas parler, mais ce fameux soutien pour ce pacte. Je te laisse la parole, Zaina. Ladies and gentlemen, we are going to start reading pieces of this pact that has been set up between civil society and different components of our Tunisian society. And Zaina Farhat will be reading the first part, the first piece. We will have a translation of the air, so I can rest. Okay, donc j'ai promis qu'il y aurait une traduction, mais en fait elle n'a pas eu lieu. I promise there will be translation. So when we finish, we will hand you the whole pact in French and in English. And in Braille.
قبل ما نسمعوا سلوى الحمروني قلنا انه عديد الفنانين وعديد الاصوات الجميله صوتهم جميل كيف ما صوت يسرى اما يسرى تشعر اكثر من فوشك ويني شي بعزينا لبنى نعمان لبنى مش تجي بعد سرقوني